تخربش لي مناديري بدو عفرها وش عارف؟ شيني شورك تكلم فيها قدام الباب؟ ثواني يا راجل ليك وحشة مع الشفنات. شبك شبك سوس بين يديك مقعدين عندك بطاطة واضحك له لين داب زيدي يده يزيدي نجمع الشناخر اخبار منهم وانت عرس يا الله يا كريم يا فتاح يا علي منو؟ هاي هاي السلام عليكم هذا حوش الحاج حوحو وعليكم السلام تفضلوا تفضلوا دلونا عليكم ناس وقالوا لنا عندكم ابناويت قلنا نجو نشوفوهم مرحبتين بيكم تفضلوا سمعتي قالوا خطابة يا حليلي يا ريتني درت شعري دوامة أمس راهو قعد مسبسب مش هكي تعالي ندهنهولك بالزيت تو يرقد تفضلوا استريحوا مرحب بالجاية خلي نشوف البنات كولا نودي طلعي لك عك المالح والحلو تلقيه في السطل تحت السرير في الدار وانتي يا قمر نودي وتي روحك ولبسي القفطان اللي خيطيه في عرس ولد عمك وضفري شعرك وتعالي سلمي على الناس بدون نعجات بالوحدة تموت ما عرفناش خيرهم شبحتم ميتهم مرتها حاجة والله ماني عارفة يا وخيتي خلي نقرص خدودي باش يولوا حمر فيسع خش يمي تستنى في الكعك هيا هيا السلام عليكم وعليكم السلام جدهم هذا حالة كل يوم افجي ومسكين سلمها يا ربي الحشومية خلاص يا نجمة وضوة بإذن الله يجوا الرجالة وكانت فاهموا العرس نديروه الخميس الجاي ألو السلام عليكم وعليكم السلام أهلين مرت الحاج حوحو إن شاء الله تفضلي من معي أنا مفيدة مرت الحاج مفيد الفايد قبل مفيدة الأسبوع الجاي فاضيين نبو نجو نخطبو بنت القمر لولدي مرحبتين بيكم نتشرفوا ماشي بالسلامة كولا يا قمر يا كركش يا بنات كلمتني مفيدة مرت الحاج مفيد آل فايد ويبو يجو الأسبوع الجاي يخطبو قمر الأسبوع الجاي كيف ما يسدنوش الوقت كيف بنوتو روحنا في أسبوع مش من الدوق انهم يحطونا في موقف زي هكي مش وقت الكلام هذا نودو كان بتوتو ما عنديش لسه جنينة خلي يكلم صليطة يطلعني نشري قفطان جديد انا تو نوتي الماسكات وندير لك جدول عناية مكثف احزن وزينة من تو مرات ما تحصليش ولما عين يا ماما تو نطلع عم عين مناسبات من دار الخزين ونكلم خالتك تجيب لنا صفر الكريستال ومالي فرزاتشي لحقوش نحجز العصير والبكلاوة والحلويات لا 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 لحقوا لحقوا غير نودوا هاي شنو الوقاحة هادي مش فاتحين الباب مفروض يستنوا فينا فم الباب من قبل ما نجو الكتاب واضح من عنوانه السلام عليكم أنستونا تفضلوا تفضلوا أهلين أنا قمر اللي جايين تخطبوها أنستونا تفضلوا أنا نحب العيلة ولمة العيلة ونحب نعول وعيلة راجلي نحطهم في عيوني قصدي فوق راسي تاج فوق راسي وخصوصا أمه ايه بنيتي تعرف تدير كل شيء الضوم الطيب صالحة على الاخر محظوظ من بياخدني انستونا وشرفتونا وسامحونا على التقصير لو قلتونا قبلها بشهر راوتينا روحنا باي باي مع التهاني وكان عجبكم ولو تاني اتصلوا وقالوا ما فيش نصيب يا خسارة العرس اللي درناه مش فاضيتها تخربش لي مناديري بدو عفرها وش عارف؟
شيني شارك تكلم فيها قدام الباب؟ ثواني يا راجل ليك وحشة ما عاد شفناك. شبيك شبيك شو شو بين يديك؟ بساطة واجهك له لين داب زيدي يا دهكي زيدي نجمة عشان اخر اخبار بنتهم وانسى عرس بيه طاي بيه نجمة حاصل فيكم.